ببقى فاهمة أكتر في المجال، وبيبقى ستايلها أكيد يعني أكيد هتفيد البنت أكتر من الولد. أكتر حاجة البنات شغالة، وأكتر حاجة بيستفادوا منها، وأكتر حاجة بتدخل دخل المكان نفسه. مهما يكون المكان، البنات اللي مسيطرة على الجو، مهما تكون مفيش شاب هيعرف يمشي الدنيا زي البنت. بس الدنيا نفسها في الزمن ده عايزه كل ايد واحده. هو حاليا الفرص متكافئه، انا شايفها متكافئه دلوقتي في يعني كل ما بنروح في التقدم شايف ان الفرص متكافئه. يعني الموضوع متوازن، يعني بيكون في فرص للبنات وفي فرص للرجاله، فما فيش مشكله يعني. انما انا شايف ان البنت دلوقتي بدات يعني ايه التعليم بتاعها بقى احسن من زمان. يعني انا دلوقتي بشوف بنات بيقودوا طائرات وكلام زي كده، ودي حاجة كويسة. لو مثلا لو هناخد من ناحية المظهر فأكيد البنات، أما من ناحية مثلا الولاد فالولاد عندهم قابلية أكتر مثلا زي تحمل يعني ضغط الشغل وكده والسكيلز. يعني البنت بترضى بأقل راتب هتاخده، لكن الشاب بيعوز راتب حتى يغطي مصاريفه، أكله شربه، حتى لو عنده أسرة يغطي، حتى ما يستدعيش إن هو يشتغل شغلانة تانية.